تعليق جلسة مجلس النواب إلى الأسبوع المقبل بعد الفشل في تشكيل لجنة للحوار السياسي. وزارة الخارجية تستنكر تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي وتعتبرها تعديا على سيادة ليبيا. المركز الليبي للأعلام وحرية التعبير يدين مصادرة وسائل إعلامية في مدن المنطقة الشرقية. نشرة الأخبار من قناة ليبيا بانوراما، أهلا بكم. علق مجلس النواب الثلاثاء جلسته المخصصة لاختيار لجنة الحوار المعنية بمناقشة النقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات مع باقي أطراف الأزمة الليبية، حيث طرحت عدة نقاط خلال الجلسة حول آلية اختيار الممثلين ولم يتم التصويت عليها. يذكر أن المجلس كان عقد جلسة الاثنين وعلقت من دون تحقيق الغاية منها. اليوم نهار اليوم بحضور عدد كبير من اعضاء سادة النواب، وحصل نقاش حول آلية انتخاب لجنة الحوار، وايضا الثوابت اللي يجب ان تذهب من اجل هذه اللجنة، واعطينا فرصة حتى الاسبوع القادم لكي تتم عملية اختيار اللجنة بالتوافق دون مغالبة ودون اجراء تصويت قد تترتب عليه بعض المشاكل، حتى تراعى الجغرافيا وتراعى تقسيمات الليبيا وايضا التوجهات الموجوده عند الساده النواب، وبالتالي اعطينا فرصه حتى الاثنين القادم حتى يتم انتخاب لجنه الحوار، وايضا التاكيد على الثوابت التي يجب ان تلتزم بها هذه اللجنه، واكدنا على ان لا تقوم بشيء ولا توقع شيء حتى تعود الى مجلس النواب. أكد عضو مجلس النواب فرج أبو هاشم لليبيا بانوراما أن ليس لرئيس المجلس عقيلة صالح الحق في تشكيل لجنة الحوار بصفته الرئيس، وهو أمر غير قانوني حسب اللائحة الداخلية للمجلس. وأفاد أبو هاشم بأن الآراء خارج قاعة الجلسة تذهب في اتجاه التوافق حول تشكيل هذه اللجنة. اللائحة واضحة جدا والقانون واضح، وليست لديه ولا يحق له أن يقوم بتشكيل هذه اللجنة بصفته رئيس للمجلس. هذا الوفود التي يتحدث عنها أو أنه يمثل المجلس بروتوكوليا هذا فقط، أما أن يقوم هو بتشكيل اللجنة أو الاستفراد بهذا الأمر فهذا أمر غير صحيح وغير قانوني. نعم، لم يتمكن السادة النواب من التحدث نتيجة لتعليق الرئيس للجلسة، والآراء من خلال النقاشات الجانبية خارج قاعة مجلس النواب أن بالإمكان التوافق حول هذه اللجنة والوصول إلى صيغة معينة ما بين النواب، والأغلبية لا تميل أو لا تقبل بأن يقوم السيد رئيس مجلس النواب بتشكيل هذه اللجنة. عقد عدد من أعضاء مجلس النواب اجتماعا مع وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي وصل مدينة طبرق الثلاثاء. وقال مقرر مجلس النواب صالح قلمة إن الزيارة تندرج ضمن تواصل البعثة مع مجلس النواب، خصوصا في ظل متابعتهم لجلسة المجلس الاثنين. وأوضح قلمة أن الأعضاء طلبوا الوفد بعدم تكرار ما وصفها بالأخطاء السابقة من قبل البعثة وتجنب التدخل في الشأن الداخلي للبلاد. للحديث أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس النواب عبد القادر يحيى. سيد عبد القادر، البداية مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، مساء الخير أخي الكريم. أهلا بك. أشهر المساهمين. أهلا بك. يعني أمس واليوم يتم تعليق جلسة النواب والتي كانت مخصصة لاختيار لجنة الحوار. بداية، كيف تقرأ هذا الأمر، وخاصة بأنها كان من المفترض أن تكون جلسة حاسمة مثل ما قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؟ تفضل. اولا، هو المفروض كان من المفترض ان تكون اليوم جلسه الثلاثاء هي حاسمه لموضوع هي اختيار لجنه الحوار لتمثيل مجلس النواب بينهم بين اعضاء مجلس الدوله في حول الاتفاق السياسي، وما هي العراقيل التي
تقف أمام تطبيق هذا الاتفاق، ولكن للأسف ما زال لم تتبرور الفكرة نتيجة الاختلافات القائمة في مجلس النواب لوصول لآلية معينة للاختيار دون استفزاز الطرف الآخر أو مغالبة أو محاصصة كما يدعي البعض. ولكن هو الأجدر بالنقاش اللي أراه من وجهة نظر إنه يكون هو يعني ما هي الرؤية التي نريدها مجلس النواب والحديث عنها مع الطرف الآخر. هذا كان بالأجر الحديث، أما من يكون في اللجنة وما هو عدد اللجنة والآلية اختيار كيف اللجنة، يجب التركيز بالدرجة الأولى على رؤية مجلس النواب وما هي العراقيل الحقيقية التي تعرقل تطبيق الاتفاق السياسي. يعني سيد عبد القادر احد اعضاء المجلس يعني قال يعني في نشره سابقه في قناه ليبيا بانوراما انه رئاسه مجلس النواب يعني ماطلت في اختيار اللجنه او في تشكيل هذه اللجنه في جلسه الاثنين والثلاثاء، هل هذا صحيح سيد عبد القادر؟ والله هو من خلال الجلستين من يوم الامس واليوم يعني ليس هناك مماطلة حقيقية من رئاسة المجلس، ما هي رئاسة المجلس لا تماطل، ما هو قرار مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب جميعا مجتمعون في هذا الشأن، ولكن لم تنفرد الرئاسة لحد الآن بقرار اتخاذ أعضاء مجلس النواب. الآن يعني تم تحديد الاثنين المقبل يعني جلسة أخرى لاختيار لجنة الحوار، إن تكرر هذا السيناريو ما البدائل سيد عبد القادر؟ والله كما يعني من خلال مناقشة البند جدول الأعمال اليوم يعني كانت يعني الرؤية كلها متقاربة، يعني هو فيه ثلاث آراء من في قاعة مجلس النواب، أما أن يكون الاختيار بالانتخاب المباشر من القاعة ليس، وهناك رأي يقول أن يكون على أقاليم فزان برقة طرابلس، وهذا أمر يعني فيه نوع من الاستياء من بعض أعضاء أيهما النواب. يحظى بالأغلبية في مجلس النواب سيد عبد القادر؟ إلى الآن لم نصل إلى ذروة الاتفاق في أي منهما يحظى إلى الأغلبية، ولكن من وجهة نظري أن يكون الانتخاب يعني يكون الانتخاب هو الرأي الصائب، يعني لأن ترسيخ للديمقراطية، وكما تم اختيار لجنة حوار سابقا في مجلس النواب بالانتخاب المباشر فهي الطريقة الأجدر يعني للوصول لحل. طيب يعني سيد عبد القادر لنفترض بأنه تم تشكيل اللجنة ولم يكن هناك تمثيل للجنوب متساوي مع ممثلي المنطقة الشرقية والغربية، كيف سيكون موقف يعني أعضاء الجنوب يعني وقتها؟ هذه في حين إن شاء الله يكون الممثلين عن الجنوب، هو ليس الفكرة أن يكون متساوي أو غير متساوي، إحنا الفكرة الأساسية اللي هي كيفية تطبيق الاتفاق السياسي وخروج من هذه الأزمة، أما يكون التمثيل هذا بأربع أشخاص أو خمسة أشخاص ليس هو المجدي، إنما المجدي أن يمثل رؤية مجلس النواب واحدة، إحنا لا نريد أن نرسخ شرق غرب جنوب، وإنما هي بلورة أفكار وطرح الآراء في الطرف الآخر إن تم قبولها في مجلس النواب. هذه الآلية يعني كل الموضوع يعني شغل كل لجنة الحوار هو تدليل هذه الصعوبات التي تواجه الاتفاق السياسي، ليس هي بمن يحظى بأن يكون ممثل عن أقليم أو آخر، ليس هذا هو يعني النقاش الحقيقي، إنما النقاش الحقيقي يقول في ما هو العراقيل التي تعيد تطبيق الاتفاق السياسي من تم الخروج من هذه الأزمة إلى بر الأمان. شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة. عبد القادر يحيى كنت معنا عبر الهاتف عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.
هذا وبحث السراج بجنيف الأحد مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجناوي مبادرة الرئيس التونسي، حيث أكد السراج على الدور المحوري لدول الجوار في محاولة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء. من جانبه أشار الجناوي إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية تستند إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات كإطار مرجعي. نشرت جريدة الأستامبا الإيطالية حوارا أجرته مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في طرابلس، وعد فيه إيطاليا بمزيد من التعاون في عدة مجالات، فيما أوضح السراج في رسالة إلى الناتو أنه يريد إعادة بناء الجيش الليبي بمساعدته وإخضاعه تحت سيطرة سلطة مدنية. نتابع باختصار أهم النقاط التي تحدث عنها التقرير. طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي سفير بريطانيا لدى ليبيا بيتر ميلت خلال لقاء جمعهما الثلاثاء في العاصمة طرابلس، طلبه بالعمل على وقف التدخل السلبي المغذي للصراع في البلاد لبعض الدول الإقليمية والأجنبية. كما شدد السويحلي على ضرورة إيفاء السلطات البريطانية بتعهداتها بدعم بناء الجيش الليبي والحرس الرئاسي للحد من انتشار السلاح. من جانبه أكد ميرت ضمن اللقاء استمرار الخارجية البريطانية في استكمال كافة الإجراءات اللوجستية والأمنية اللازمة لإعادة افتتاح سفارة بلادها بطرابلس. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريتش على سعيه الحثيث لمساعدة ليبيا من أجل وضع آلية أكثر فاعلية لإرساء الاستقرار في ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء على هامش أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان جمعه برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الذي أكد على ضرورة إطلاق برنامج دمج وإعادة تأهيل عناصر التشكيلات المسلحة والبدء فورا في تنفيذ برامج للتدريب لاستيعابهم. استنكرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني حول إنشاء معسكرات للاجئين والمهاجرين في ليبيا. واعتبرت الوزارة في بيان لها أن مثل هذه التصريحات تعد تهربا من المسؤولية وتصدير للمشاكل وتعد على مبدأ سيادة الدول لأراضيها الذي تؤكده القوانين والمواثيق الدولية. كما أكدت الوزارة بأن السلطات الليبية تحاول أن تقوم بواجباتها تجاه أزمة الهجرة غير القانونية بكل إمكانياتها على المستويين الإقليمي والدولي حسب نص البيان. وكان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني طالب الاتحاد الأوروبي بإنشاء معسكرات لاستقبال اللاجئين والمهاجرين في ليبيا عبر إبرام اتفاقية بهذا الخصوص، فيما ذلك في ظل تخوفات من زحف موجات الهجرة الجماعية وغير القانونية مجددا باتجاه أوروبا. المزيد في سياق التقرير التالي. بعد أقل من شهر على توقيع مذكرة تفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، طالب رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق مع ليبيا بشأن إنشاء مخيمات لاستقبال المهاجرين، معللا ذلك بتزايد موجة المهاجرين إلى أوروبا التي قد تصل إلى 20 مليون مهاجر. مطالبة تاجاني تتعارض مع ما جاء في اتفاقية ليبيا وإيطاليا التي تنص على تقديم الدعم التقني والفني للأجهزة الليبية المكلفة بمكافحة الهجرة غير القانونية بعيدا عن فكرة التوطين أو المساس بالسيادة الوطنية الليبية. بهذه المناسبة أود أن أوجه رسالة إلى كل الليبيين مننا للمملكة وللأخوة في
بأيدي إخراج بريطانيا من لبس السيادة الوطنية أو تؤسس للحزب الفلسطيني. وزير الخارجية المفوض محمد سيال أوضح أن فكرة إقامة المخيمات أو معسكرات للمهاجرين في ليبيا بعيدة جدا عما جاء في اتفاقية ليبيا وإيطاليا، الأمر الذي عززته بعض الأوساط الألمانية بسبب غياب مؤسسات دولة فعالة بحسب جريدة دي تايست الألمانية. الدول الغربية وفي مقدمتها الأوروبية تخشى زحف موجات الهجرة الجماعية وغير القانونية وبدرجة ربما تساوي الإرهاب، خاصة أن 180 ألف مهاجر غادروا سواحل ليبيا على متن قوارب الموت نحو أوروبا حسب إحصائيات عام 2016. انتهاكات تطال الأطفال المهاجرين غير القانونيين العابرين من ليبيا نحو أوروبا، وذلك بمراكز احتجاز غير رسمية هي أشبه بمعسكرات للعمل القسري وسجون مؤقتة بحسب ما وصفتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في تقرير لها يرصد هذه الانتهاكات. انتهاكات ترتكب في حق الأطفال المهاجرين، تقرير خصصته منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف يرصد تعرض الأطفال لأنواع مختلفة من الانتهاكات والعمل القسري في ليبيا على يد مجموعات مسلحة تدير مراكز الاحتجاز غير الرسمية. وقالت المنظمة إن معسكرات احتجاز المهاجرين ما هي إلا سجون مؤقتة تعاني شحا في الطعام والمياه الصالحة للشرب والأدوية. التقرير سلط الضوء كذلك على أوضاع الأطفال خاصة غير المصحوبين بذويهم، لافتا إلى تعرضهم للضرب والاغتصاب والتجويع داخل مراكز الاحتجاز وفق ما نقلت جريدة ذا غارديان البريطانية. التقرير الذي جاء بعنوان رحلة مميتة للأطفال أوضح أن نحو 26 ألف طفل عبروا البحر المتوسط نحو أوروبا خلال عام 2016، من بينهم 9 أطفال من كل 10 قطعوا الرحلة من شمال أفريقيا بمفردهم. تقرير اليونيسف نقل شهادات عن 82 سيدة و40 طفلا في ليبيا بعضهم ولد داخلها تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب والتحرش من بالغين في مراكز الاحتجاز، إلى جانب إجبارهم على العمل والاحتجاز لفترات طويلة في مراكز مكتظة مقابل الحصول على فدية. اليونيسف طالبت في تقريرها السلطات الليبية ودول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بإنشاء ممرات آمنة وقانونية للأطفال الفارين من الحروب والفقر في أفريقيا وتوفير ضمانات لحماية حقوقهم بعيدا عن شبكات التهريب. استهجن وزير الإعلام بحكومة المكتب التنفيذي السابق محمود شمام بشدة إغلاق راديو الوسط التابع له ومنع توزيع جريدته في الشرق الليبي. وقال شمام عبر صفحته على فيسبوك الاثنين إن الدولة العميقة الحاكمة من بنغازي إلى طبرق بعد أن خنقت جريدة الوسط ومنعت توزيعها أغلقت راديو الوسط في طبرق دون أن تكلف نفسها أن تخطر مؤسسة الوسط بشكل رسمي. وأكد شمام بأنه يحتفظ بكافة حقوقه القانونية والأدبية والمادية في مقاضاة الجميع، خاصة أولئك الذين يصيحون أن الأمن قبل الحرية فصادروا الحرية دون أن يجلبوا الأمن حسب تعبيره. من جانبه دان المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير مصادرة جريدة الوسط ومعدات راديو الوسط في عدد من مدن المنطقة الشرقية، وجاء ذلك في بيان صدر الثلاثاء، واعتبر هذا الإجراء تعسفيا وخرقا وانتهاكا لحقوق الصحفيين ولحرية الصحافة ويشكل تناقضا صارخا مع أسس الدولة المدنية الديمقراطية. كما حذر المركز من المساس بحرية التعبير ومبادئ حقوق الإنسان وتقييد الحريات والتضييق على العمل الصحفي، ومتخوفا في الوقت ذاته من أن يحل القمع والرقابة والقيود محل حق المعرفة. وبالرغم من أن الإعلان الدستوري نص على أن الدولة تصون حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، إلى أن مشاهد تكميم الأفواه تتكرر وتمنع الرأي الآخر في صورة تعيد الذاكرة الإعلامية إلى مشاهد الاستبداد والقمع الفكري كمشروع
لأصابع مقطوعة مذكرة بشهيد الكلمة ضيف الغزال. استمع إلى راديو الوسط. بوابة الوسط كتموا أنفاسها خنقا، فأكد أنه يحتفظ بكافة حقوقه في مقاضاة من بلعوا ألسنتهم في وقت محاصرة الكلمة، وانطلقوا الآن يصيحون أن الأمن قبل الحرية، فصادروا الحرية دون أن يجلبوا الأمن. مدير تحرير بوابة الوسط ووزير الإعلام بالمكتب التنفيذي التابع للمجلس الانتقالي السابق محمود شمام عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي قال إن الدولة العميقة الحاكمة من بنغازي إلى طبرق خنقت جريدة الوسط ومنعت توزيعها وأغلقت راديو الوسط في طبرق، عادت فاستولت على المرسلة في طبرق وأوقفت البث من بنغازي متوعدا بمقارعة الدكتاتورية وصبيانها. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، فكتم أنفاس القنوات والوكالات والصحف بدأ مبكرا، حيث شهدت مدينة بنغازي في عام 2014 حملات تحريض على عدد من القنوات ووكالات الأنباء. وعلى سبيل المثال للحصر، فمؤسسة راديو وموقع أجواء البلاد تم إقفالها على يد كتيبة شهداء الزاوية بعد نهب وتخريب معداتها، وبحسب شهود حتى معدات المطبخ لم تسلم، وتم تحويل ملفات الموظفين إلى قسم البحث الجنائي، ووجهت لهم تهم الأخوانة والإرهاب، واعتقل من لم يتمكن من الهرب خارج المدينة. قناة ليبيا الحرة، وهي المنصة الإعلامية الأولى لصوت ثورة فبراير، لم تكن أفضل حال، فطالها ما طال أخواتها ليتم خنقها وكتم أنفاسها من قبل مسلحين بعد اقتحامها. منتصف عام 2016 شهد إقفال الإذاعات الخاصة في بنغازي من قبل السلطات الأمنية بالمدينة، ليبقى لون واحد وصوت واحد مرضيا عنه، هو الفاعل والحاكم والناطق بالمنطقة. ما شاء الله ما شاء الله. بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق آخر المستجدات المتعلقة بأوضاع الطلبة الليبيين الدارسين في أمريكا الشمالية، وتطرق الاجتماع إلى تقييم المكتب الليبي الكندي ومدى التزامه بالاتفاق المبرمي سنة 2016 مع وزارة التعليم والصعوبات التي تواجهه، وخلص الاجتماع إلى ضرورة التواصل مع أعضاء الجهات ذات العلاقة وتخويل اللجنة بإعداد تقييم كامل للبرنامج الليبي للبعثات الدبلوماسية بأمريكا الشمالية. انطلق الاجتماع الثاني لرؤساء الجامعات والهيئات والمراكز والإدارات التابعة لوزارة التربية والتعليم بحضور الوزير ووكيله ومدير إدارة الجامعات، وذلك لمناقشة محضر الاجتماع الأول والاستماع إلى مسؤولي التعليم وما يعانونه من مشاكل وصعوبات تحول بينهم وبين تقديم الرسالة التعليمية على أكمل وجه. تفاصيل الاجتماع الثاني في سياق التقرير التالي. الاجتماع الثاني ضم أغلب القائمين على قطاع التدريس والمراكز والإدارات التعليمية في المراحل الجامعية على مستوى مدن ومناطق ليبيا لطرح المعوقات التي تواجه هذا القطاع والتي طالت أغلب إدارات الجامعات والبعثات الإفادية إلى الخارج، إضافة إلى النقص في الكوادر وعدم صرف المرتبات لفترة طويلة. من أهم النقاط التي تواجهها جامعة الزاوية أولا الجانب المالي، للأسف الجامعة تفتقر للجانب المالي بشكل كبير جدا، حيث لم تصرف لها ميزانيات من سنوات، منذ 3 أو 4 سنوات، ووصلنا إلى مرحلة ممكن أن نتوقف عن العمل نتيجة عدم صرف المبالغ المالية. أيضا لدينا مشاكل في بعض اللائحة. مراجعة محضر الاجتماع السابق ومناقشة ميزانية هذه السنة ومحاولة تسيير بعض المرتبات العالقة في بعض جامعات مدن الجبل وبلورة الصعوبات التي تواجه سير الدراسة وإمكانية النهوض بالجامعة داخل مدينة سرت وخلق ميزانية طوارئ لها، تلك كانت أهم المحاور التي ارتكز عليها الاجتماع. كلفنا الآن لجنة فنية لحصر الأضرار. الأضرار تمثلت في كثير من المباني، بعض الكليات الموجودة في نحن جامعة سرت هناك 6 كليات في مقر واحد، وهناك 3 أو 4 كليات أخرى موجودة خارج الجامعة في داخل بس داخل مدينة سرت.
الأضرار هذه اللي هي ظهرت في المدينة زي ما ذكرت، هي الجزاز تحطم الزجاج والألومنيوم وأبواب الخشب والعبث بدورات المياه كلها جميعا، وبعض القاعات الدراسية اللي هي فعلا وجدناها في حضر. معظمها مشاكل مالية للجامعات. انحصرت مشاكل القطاع بين مالية وأمنية وأعمال سرقة وتخريب طالت الجامعات. هذا ما خلص إليه الاجتماع الثاني لرؤساء الجامعات في حلقات النقاش العديدة والمطروحة على طاولة الوزارة. جملة من المشاكل والعوائق التي تم طرحها من قبل القائمين على الهيئات والمراكز التعليمية، علها تجد الحلول الجذرية من قبل المعنيين بوزارة التعليم. وسام الزواغي لقناة ليبيا بانوراما، طرابلس. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو محمد غومة، رئيس جامعة الجبل الغربي. سيد محمد، البداية مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. هذا الاجتماع ليس الأول وهو الثاني لرؤساء الجامعات والهيئات، عن ماذا خلص هذا الاجتماع والذي كان بحضور وزير التربية والتعليم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر هذه المحطة على هذه الاستضافة وكل العاملين بها. تم مناقشة عدة مشاكل اللي هي تعوق التعليم العالي بصفة عامة في كل الجامعات الليبية، واللي هي نتيجة المشاكل المالية اللي هي موجودة حاليا. فتوجد العديد من المختنقات والمشاكل اللي تواجه الجامعات من ناحية الأقسام الداخلية، الإعاشة، مرتبات المعيدين، أعضاء التدريس المتعاونين، المباني اللي غير مستكملة وكانت في السابق فيها الحتة اللي واصل نسبة 70% و80% وما زالت لم يتم استكمالها، وكل الجامعات فيها مس الحاجة لها نتيجة للتدفق السريع للطلاب الشهادة الثانوية للجامعات. وتم في اجتماع اليوم مناقشة ميزانية العام 2017. طبعا كم تقدر هذه الميزانية؟ والله لأن هي ما عنديش فكرة على الميزانية بصفة عامة، ولكن تم إحالة كل جامعة يعني شنو هي مخصصاتها في الباب الأول وفي الباب الثاني، وتعتبر غير كافية جدا لأنها لا يمكن أنها تسد احتياجات الجامعات. فزي ما قلت لك يعني الأقسام الداخلية والإعاشة والنظافة والكتاب المدرسي ومنح الطلبة وما أدراك من الأمور هذه. ونتيجة المشاكل اللي كانت موجودة من قبل يعني أن كان حتى الباب الثاني اللي هي تتم الصرف منه على هذه الأشياء موقوف، وحاليا يعني حتى المبالغ اللي تم عرضها لا تكفي حتى لأقل من 3 أشهر أو 4 أشهر في السنة. فتم مناقشة هذه البنود من ضمنها الميزانية للعام 2017 اللي تم رصدها. وسيكون في هناك اجتماع ما بين رؤساء الجامعات ووزارة المالية ووزارة التعليم في سبيل حل إيجاد حلول لهذه المشاكل. نعم. وإمكانية زيادة هذه يعني وضعتم إطار زمني لتنفيذ هذه المحاور التي ارتكز عليها الاجتماع؟ إيه يعني المفروض يعني من الأسبوع القادم تكون الأمور واضحة في عند الكل، يعني ضرورة التواصل بالجهات ذات الاختصاص من ناحية الميزانية والاجتماع بهم وتوضيح الرؤية بالكامل، لأن بصراحة قطاع التعليم هو قطاع مهم جدا جدا وهو اللي الركيزة الأولى للدولة، فضروري أن لم تتوفر فيه كل هذه الاحتياجات فسيوقف، ونعمل جاهدا في سبيل أنها تستمر وعدم الوقوف عند هذه الصعوبات. الجامعات الليبية الحقيقة يعني تعاني ليس من الشق المالي والميزانية فقط، ولكن تعاني حتى من الشق الإداري والتنسيق. يعني في الجامعات هناك كليات إلى اللحظة لم تعتمد نتائج الطلبة في الفصل الماضي، وهذا الفصل قد بدأ. يعني هل ناقشتم يعني هذه المشاكل وغيرها في اجتماعكم؟ لا، هذه ممكن تكون مشاكل عند جامعات معينة ويتم مناقشتها وحلها داخل الجامعة، أما بالنسبة لم تكن موجودة في جدول الأعمال. وبالنسبة أنا لو أتكلم عن الجامعة اللي أنا أشتغل فيها ما عندناش المشكلة هذه، وكل الطلبة تم اعتماد نتائجهم وتسليمهم نتائجهم. وبالنسبة لنظام الفصل حيبدأ من الأسبوع القادم، بادي من الأسبوع هذا في الدراسة. ماذا عن الجامعات الأخرى التي تعاني من هذه الإشكالية التي باتت تؤرق لربما الطالب في الكلية؟ لو إن هي هذه المشاكل موجودة المفروض يعني إن الكلية وفي الجامعة نفسها يعني توجد هناك كليات خرجت نتائجهم
والآن بدأوا في الفصل الدراسي, والكليات أخرى ما زالوا إلى اللحظة ينتظرون النتيجة. أنا لا يوجد لي دعم بهذه الجامعات اللي تتكلم عنها, لكن على الجامعة اللي أنا مسؤولين عنها كل النتائج موجودة. طلبة بالنسبة لنظام الفصل تم تنزيل المواد وبعدين في الدراسة من الأسبوع هذا, نظام السنة اعتبارا من الأحد القادم يبدو في الدراسة والأمور منتظمة ولا توجد عندنا هذه المشاكل بصراحة. طيب لنشخص الحديث الآن معك بصفتك رئيس جامعة الجبل الغربي, من ماذا تعاني هذه الجامعة سيد محمد؟ جامعة الجبل الغربي هي جامعة مترامية الأطراف وكبيرة جدا, يعني من غريان إلى درج. فأكثر المعاناة اللي هي نعانيها هي هذه هي الاختناقات المالية من ناحية الأقسام الداخلية والإعاشة ومنح الطلبة وعدم توفير كل مستلزمات الطالب نتيجة لعدم وجود سيولة مالية تكفي لحل هذه المشاكل. فأغلب الأحيان يعني نتعامل مع جهات تنتظر منك أنك بعد فترة أنك تخلصها بحيث أنك تأخذ منها حتى الورق التصوير. المشكلة الأساس هو الميزانية, هي الميزانية والشق المالي, الشق يعني المالي. نعم. فهذه أكثر المشاكل. أما نعم. بالنفس بالبقية الأمور الثانية فمن ناحية الدراسة انتظام الطلبة واستمرار الدراسة فالحمد لله الأمور في من الأحسن لأحسن إن شاء الله. نسأل من الله ذلك. يعني شكرا جزيلا لك محمد غمر رئيس جامعة الجبل الغربي, كنت معنا هنا في الاستوديو, شكرا جزيلا لك مجددا. شكرا مشكور, بارك الله فيك. النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعض الفاصل. عودة 6750 أسرة إلى منازلها بسرت منذ بدء المرحلة الأولى. لبنة مبادرة لتوظيف أوائل خريجي الجامعات الليبية بديوان المحاسبة. تعليق جلسة مجلس النواب إلى الأسبوع المقبل بعد الفشل في تشكيل لجنة للحوار السياسي. وزارة الخارجية تستنكر تصريحات الرئيس البرلمان الأوروبي وتعتبرها تعديا على سيادة ليبيا. المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير يدين مصادرة وسائل إعلامية في مدن المنطقة الشرقية. حياكم الله مجددا. مظاهر الحياة في مدينة سرت لا تزال في تحسن ملحوظ يوما بعد آخر, وخصوصا بعد عودة أكثر من 6000 عائلة إلى المدينة والسماح للعمالة الأجنبية بالدخول لبدء ترميم المنازل المتضررة جراء الحرب ضد التنظيم. التقرير التالي والتفاصيل. مدينة سرت تعود من جديد وتستقبل ساكنيها بعد أن نزحوا مكرهين إلى المدن المجاورة نتيجة سيطرة التنظيم. مراسم عودة النازحين حصرتها لجنة اللزمة ابتداء من 5 فبراير وحتى نهاية هذا الشهر على 5 مراحل, بدأت من حي 700 وصولا إلى الجيزة العسكرية ليصل عدد العائلات العائدة إلى أكثر من 6000 عائلة. ومن المفيد الإشارة في هذا السياق إلى بدء عودة حوالي 6000 عائلة نازحة إلى ديارها في مدينة سرت بعد عام ونصف من النزوح.
مظاهر الحياة في المدينة تمثلت أيضا في المساعدات التي تقدم للعائلات، فقدمت جمعية وادي دينار والوطنية لرعاية الشباب ببني وليد قافلة مساعدات طبية إلى المركز الصحي بمنطقة جارف لسد النقص في الأدوية، إضافة إلى افتتاح إدارة الخدمات الصحية بسرت عيادة مركزية لمرضى السكري وتزويدها بالأنسولين. الهلال الأحمر الليبي فرع مصرات أيضا كلف فريقا من متطوعيه بالتواجد في سرت أسبوعيا للمساعدة وتقديم الخدمات للعائدين، بالإضافة إلى المساهمة في تجهيز المراكز الصحية بالتعاون مع المنظمات الدولية. المحافظة على سير العملية التعليمية في المدينة كانت من أولويات مراقبة شؤون التربية والتعليم، والتي طالبت مديري المؤسسات في كافة المراحل بضرورة الالتحاق بأعمالهم وفتح المؤسسات أمام الطلاب تجهيزا للفصل الجديد في بداية مارس المقبل. أما إعادة البناء والترميم جعلت الغرفة الأمنية المشتركة بسرت تسمح للعمالة الأجنبية بالدخول شريط اصطحاب جوازاتهم، وأن يتعهد المواطن بأن يكفلهم ويضمن مغادرتهم المدينة عقب الانتهاء من أعمالهم. والآن ننتقل بكم إلى الفقرة الاقتصادية مع الزميل بهاء الدين الشريف. إليك بهاء. حياكم الله مشاهدينا في الجولة الاقتصادية. بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع السفير البريطاني لدى ليبيا بترميلة الثلاثاء آلية دعم المجال الاقتصادي في ليبيا وسبل تطويره بما يساهم في حل المشاكل المالية التي تمر بها البلاد حسب الموقع الرسمي للمصرف. جاء ذلك خلال لقاء جمع الكبير وميلت في مقر المصرف المركزي بطرابلس. تحت شعار لبنة أطلق ديوان المحاسبة الثلاثاء مبادرة لتوظيف أوائل خريجي الجامعات الليبية بحضور رئيس ديوان المحاسبة والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة وعميد كلية جامعة طرابلس إلى جانب عدد من الحضور. وتهدف المبادرة إلى وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل لتشكيل وتطوير الموارد البشرية بالديوان. مراسلنا زياد الحجاجي والمزيد من التفاصيل. حفل افتتاح البرنامج التطويري لتنمية الموارد البشرية بديوان المحاسبة الليبي الذي بادر بدوره مع المعهد الوطني للإدارة بالإعلان عن خطة استراتيجية مستدامة وطويلة الأمد تهدف إلى استقطاب أوائل الجامعات الليبية، الأمر الذي يساهم في إصلاح الهيكل الوظيفي بمؤسسات الدولة. المبادرة يعني خدت وقت كبير وطويل من الإعداد. اليوم طبعا دخلنا في الخطوات العملية فيما يتعلق بتدريب هؤلاء المؤهلين بعد إجراء المقابلات ليهم. الآن هم داخلين على مرحلة جديدة، مرحلة التدريب والتأهيل للبدء في عمل ديوان المحاسبة. أعتقد أن هذه الخطوة طبعا خطوة مهمة نراها في تطوير وبناء مؤسسة ديوان المحاسبة. تعتبر خطوة في سلم الرقي وتطور في ديوان المحاسبة باعتبارها اعتمدت منهج المعايير والكفاءة المهنية في الاختيار، فبالتالي هي الحقيقة مبادرة جيدة، ونتمنى أن تتواصل وأن يتم الاحتذاء بين باقي قطاعات الدولة تكون على أساس معايير مهنية وعدالة في الاختيار وليس بناء على المحسوبية والوسط إن شاء الله. علما وأدبا وأخلاق حقيقة. تكريس ثقافة الإبداع والتميز بالمؤسسات الحكومية ونشر ثقافة التنافس بين الأجيال رسالة بعث بها الديوان إلى باقي المؤسسات للاستفادة من المتفوقين وتأهيلهم لأداء مهامهم بكل فاعلية. أنني أمثل أكبر شريحة في المجتمع. نتمنى أن أغلب المؤسسات الدولة تحدو حدو ديوان المحاسبة. كما نعلم جميعا أن الجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة هي مصنع القدرات وهي منبع الخبرات. نتمنى أنهم يستفيدوا من طلابنا الخريجين في الانخراط في مؤسسات الدولة. السيدات والسادة الحضور الكرام، لبنة هي شعار لمبادرة التوظيف التي اتخذها الديوان كخطوة للقضاء على الوساطة والمحسوبية والدفع بالكفاءات في القطاع العام للمساهمة في تحقيق التنمية الإدارية والفنية المبنية على أسس حديثة.
تستمر بمستودع الزاوية النفطي أعمال التنظيف ولحام المقابض والقواعد والطلاء لأسطوانات الغاز من قبل ورشة اللحام التابعة لقسم الصيانة، حيث تم إنجاز حوالي 210 أسطوانة غاز والتي سوف يتم إدخالها لرصيد المستودع. يأتي ذلك في إطار أعمال المستودع لسد احتياجات المواطنين بتوفير أسطوانة غاز الطهي. انخفض خام برنت 16 سنتا إلى 55 دولارا و77 سنتا للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي 9 سنتات إلى 53 دولارا و96 سنتا للبرميل حسب رويترز. إلى سبها، حيث منح المجلس البلدي بالمدينة أذونات صرف للمدارس التعليمية والمراكز الصحية من الميزانية التسييرية الممنوحة له. وأوضح عضو المجلس إبراهيم محرز لليبيا بانوراما أنه تم تسليم مبلغ 500 ألف دينار لمدراء المدارس و200 ألف دينار للمراكز الصحية. وأكد محرز أن المجلس بادر بالخطوة في ظل نقص الدعم الممنوح من قبل الدولة للمؤسسات التعليمية والصحية، تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات التي صرفت لها المبالغ المالية لا تتبع المجلس البلدي ماليا وإداريا. في الختام، عودة إلى الزميل فرج. إليك فرج. شكرا لك بهاء. أقيم في مقر الهيئة العامة للثقافة الثلاثاء حفل تكريم أكثر من 100 موظف اتسم عملهم بالإتقان في الأداء، وتم التكريم بحضور رئيس اللجنة التسييرية للهيئة حسن أونيس وعدد من الفنانين. المزيد في سياق التقرير التالي. نقيم هذا الحفل الذي نكرم فيه كوكبة من الموظفين، وذلك عرفانا منا بالدور في خطوة أريد بها تشجيع المخلصين في العمل المؤسسي والإداري في قطاعات الدولة. قامت الهيئة العامة للثقافة بتكريم أكثر من 100 موظف اتسم عملهم بالتفاني والإتقان بحضور رئيس اللجنة التسييرية للهيئة وكوكبة من الفنانين والمثقفين. اختيار الموظفين تم عن طريق مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، كونهم المشرفين المباشرين على سير العمل والأجدر بمعرفة من تنطبق عليهم شروط ومعايير الاختيار الموضوعة من قبل اللجنة المشرفة. اختيار الموظفين تم عن طريق مدراء الإدارات داخل الهيئة، وتم تكريم يعني أكثر من 100 موظف وموظفة داخل ديوان الوزارة، وبإذن الله يعني ستسن هذه السنة الحميدة كل فترة معينة وسيتم يعني على نفس المنوال تحديد الشروط والمعايير لاختيار الموظفين المثاليين. يعني أمال صاحبت الحفلة في تكرار هذه البادرة كل عام لتكون حدثا يتسابق نحوه الجميع في تنافس شريف ودافعا إلى بذل المزيد من الجهد والرفع من معدلات الأداء. تعتبر هذه المناسبة الطيبة وبادرة جيدة تدعم الموظفين وتجعلهم يبدعون ويتميزون في مجال عملهم، ونأمل أن يتكرر هذا اليوم في السنوات القادمة، لأنه يعد يوما مميزا لكل الموظفين وخاصة الموظفين المتميزين، وسيكون دافع كبير للتحفيز كل موظف بإذن الله نحو المزيد من العمل الإيجابي. محاولات تظل في إطار فردي من قبل بعض الجهات لتحسين العمل الإداري في البلاد، فهل ستتبنى الدولة هذه المحاولات لتكون جزءا من الحل للأداء المتدني في العمل الوظيفي بالمؤسسات العامة؟ بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، ونذكركم الآن بأبرز عناوينها. تعليق جلسة مجلس النواب إلى الأسبوع المقبل بعد الفشل في تشكيل لجنة للحوار السياسي.
وزارة الخارجية تستنكر تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي وتعتبرها تعديا على سيادة ليبيا. تابعتم في التاسعة أيضا المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير يدين مصادرة وسائل إعلامية في مدن المنطقة الشرقية. ختام النشرة، تقبلوا من قدمها لكم فرج الفرجاني، إلى اللقاء.